الساحر محمود عبد العزيز. طبعا 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 تحيه كبيره جدا طبعاً طبعاً. الساحر لو عايزه تخليها وناكلها في السؤال اللي يعني كل انت انا هتكلميش انت اسمعي بس ما تلاقيش مش هسالك حاجه غير لما تاكل اكمله براحتك خالص. طبعا انت اول مره متهيألي شفته وكان على البحر. اه اول مره في حياتك تشوف محمود عبد العزيز. ده حقيقي كنت في المية طبعا محمود عبد العزيز. كنت في المية. الناس دي كان ليها برضه ليها طله وليها هيبه طبعا طبعا طبعا. متهيألي احنا لما بيشوفونا على البحر ما فيش حاجه عادي يعني. احكي لي بقى على اول مره شفته. لا انا كنت في المايه و فهو بص لي كده فقال لي تعالى فرحت عايز تجري طبعا عايز تجري شوف البنتومايم في المايه فرحت قال انت بتبص لي كده ليه؟ قلت له يعني هو سؤال غريب يا استاذ محمود ببص لك انت حضرتك محمود عبد العزيز يعني قال لي لا انت عينيك فيها حاجه غريبه قوي انت بتمثل انا شفتك قبل كده قلت له لا قال لي انت بتدرس فين؟ قلت له معهد فنون مسرحيه ما كنتش بقى عايز امثل ولا ابدا فقال لي قسم ايه؟ قلت له اخراج وتمثيل قال لي ايه ده؟ امال يعني ايه ما بتمثلش؟ لا انت تعالى لي يوم الاحد الساعه كذا مش عارف ايه في دور هديهولك بس طبعا المخرج لو ما اقتنعش بيك ده انا هرشحك بس قلت له طبعا طبعا فانا اتكسفت طبعا محمود عبد العزيز الله يرحمه بيقول لي تعالى هتمثل معايا فرحت فخدت الدور فكانت الانطلاقه ده محمود المصري يعني. ايوه محمود المصري ايوه حبيبي ايوه ده اول مشهد على فكره صورت. ده اول مشهد صورته اول مشهد صورته قعدت قبلها بيوم اركز تركيز مخيف عشان ما اغلطش انا هقف قدام محمود عبد العزيز غلطت قدامه اول مره ولا لا الحقيقه لا خالص بجد لاني انا كنت خايف يعني خايف يحصل حاجه يتضايق بتاع فانا كنت عايز ابقى قد المسؤوليه عشان هو اللي مختارك برضو هو مختارني وفي نفس الوقت عايز الناس تقول ان الولد ده كويس يعني بيمثل قدام محمود عبد واول مشهد فكنت مركز جدا جدا والبدله بقى والكرافات البدله دي سبعينات بقى وبتاع وحاجات فهو اخر اليوم ده كان عندي 8 مشاهد معاه في مكتبه بس حاجه صعبه ان انت مثلا يكون اول حاجه ليك في الشغلانه مثلا تبقى مع استاذ محمود عبد العزيز برضو يعني حاجه الله يكون في عونك سعيد جدا صعبه يعني جدا لو قعدت 8 مشاهد دول قعدت احفظهم اغمض كده اقولهم وانا نايم وبتاع ما نمتش طبعا يوميها اخر اليوم نادالي فقال لي فلقيته استاذ محمود عايزك فروحت بتاع فبص لي كده قال لي انت ممثل شاطر في يوم من الايام هتبقى نجم كبير وبتاع قلت له متشكر شهاده كبيره فمن هنا كمان قلت انا همثل شجعك اكتر كلام شجعني جدا جدا وبعدها كمان دكتور مدحت العدل في برنامج استضافوني فعمل لي مكالمه فقال لي انت عملت في الشخصيه حاجات فانا حسيت اللي انا عملته ده المؤلف حس بيه نفسه فقلت انا هكمل في الكارير ده فدي كانت البدايه وصدق اهو بقيت نجم كبير ما شاء الله ربنا يكرمك ويزيدك يا رب